أن نصل إلى مرحلة العدالة في إنك تمنع انقطاع الكهرباء، في إنه الناس يبقى من حقها إنها تعيش في ظل وجود الكهرباء، فعلى الأقل عدالة التوزيع، توزيع الظلمة، توزيع الظلام. مش ممكن أبقى كمان لما يبقى في عندي محافظات إنتاجية وعندي في عارف إن هنا في كتل مصانع ومحافظات إنتاجية، يجب إن أنا لا أقطع الكهرباء عنها نهائيا. دمياط تموت ببطء في مصانعها وفي الورش بسبب انقطاع الكهرباء. كل الشغل بالكهرباء، فطبيعي اما النور بيقطع انا بقعد، وطبيعي الراجل بيشتغل باليوميه، اما بتاخر بديهم، وبعدين الحكومه مش اخده بالها من العامل اللي بيشتغل بدراعه، فبنقول يا رب. فتعايزين بقى سياده الرئيس ورئيس الوزراء يعني ايه يشوفوا العامل اللي بيشتغل بدراعه اللي ما بيعملش اعباء على الحكومه. المشكله يعني ان مش مره، يا ريت مره النور يقطع هنقول مش مشكله، لا يجي 4 مرات النور بيقطع، ومن العصر من بعد العصر بنواجه المشكله دي. من بعد العصر واحنا شغالين على هذا الوضع، ان مفيش نور، وبنقعد نستنى هنضطر نقفل ونيجي تاني يوم الصبح عشان نشتغل. طب هنتج انا ايه بالظبط؟ بنأثر علينا في كل حاجه، يعني احنا يعني بنشتغل ساعه ونقعد ساعتين، بنشتغل ساعه ونقعد ساعتين بنفس الطريقه دي، طبعا ده وقف حل بالنسبه لنا. وعند طبعا زي ما انت شايف كده كل الشارع مكمل بعضه، المصالح كلها مكمله بعضه، يعني لا بنعرف حتى نطلع انتاج يوم الخميس، وعمالنا بتوع جنبنا وخلاص، ما فيش انتاج طالع. طبعا مشكله الكهرباء دي مشكله كبيره جدا، ودي بتهم كل شارع الدمياطي، بالنسبه ان هو كل العمال اللي موجوده دي بتعتمد على شغلها بدراعها. فالمشكله دلوقتي ان الكهرباء بتقطع في اليوم حوالي من 5 مرات، طبعا ده ضرر للعامل. انا واحد من الناس مثلا موجود دلوقتي معاكم، انا صاحب الاوضه اللي موجوده دلوقتي دي، انا عايز استلمها من صاحب الورشه. طبعا صاحب الورشه ده عليه ضغوط كبيره جدا، يعني هو مأجر كابينه وعنده عمال بيصرف عليها وحاجات كتيره جدا، انا عايز استلم شغلي، انا بقالي اسبوع مش عارف استلم الشغل بتاعي. طب انا عايز حل للموضوع ده. المفروض يبقى في راجل مسؤول عارف مواعيد العمل بتاعه الصنايعي ده، يظبط وقته، ظبط عمله، شوف العمل ده ايه، نزل منشور بتوقيت قطع الكهرباء. اقطع، ما حدش قال لك ما تقطعش، خد لك ساعه 2 في اليوم، بس ما تجليش في وقت العمل وتقطع الكهرباء. اجيب لي الصنايعي ده وبيشتغل وعندك 8 عمال، لو قطعت ساعتين في اليوم بتضيع اجره، يعني اقول لك يا سنه، لو صنع بياخد مثلا ايه 60 70 جنيه في اليوم، لو قعدت 4 صناعيه هتصرف لك 120 جنيه في اليوم ولا 150 جنيه اوفر، اخر الطرحه ولا اخر اي حته شغل بتعملها هتجيب اجرتهم منين؟ تضطر تاكل بحق الخامه، يجي بتاع الخامه اللي بينزل لك خامه مش هتلاقي اي حاجه تشتغل بها، هتضطر تدين. مفيش لا شغل ولا كهرباء، مفيش. تيجي حبه شغل ما نلاقيش الكهرباء، روحنا الصناعيه مشيناها ونحن واقفين قاعدين على باب اهو. لو جينا نبص للحقيقه نلاقينا ان احنا بنوجه مشكله صعبه جدا، مشكله جماليه بنوجهها للمحافظ. المحافظ لا يملك حل هذه المشكله، لازم الناس في الشارع تبقى فاهمه ان مشكلتها دي مش عند المحافظ، انما عند الحكومه وعند رئاسه الجمهوريه وعند البلد. انما احنا للاسف بننقل للمحافظين على مستوى المحافظات كلها، بننقل لهم مشاكل وبنصدر لهم حاجات هم ما يقدروش يحلوها بعيد عنهم. المشكله ذاتها دي مشكله كهرباء، ومشكلة النهاردة ان الطاقة الكهربائية قليلة، وفي نفس الوقت في تخريب زي ما احنا شايفين بيحصل لكل الابراج اللي موجودة. تاني نوجه الدعوة، أي مكان، أي منطقة، أي مدينة فيها مصانع توصف بأنها مدينة إنتاجية، منطقة إنتاجية، ده احنا بنقول للناس انتجوا. هذه المناطق، هذه المدن لا يجب أن تقطع عنها الكهرباء نهائيا، ما تدخلش خالص في عدالة الظلام، لأنك هنا هتوقف الإنتاج وهتوقف العمل و هتوقف هذه المصانع وهذه الورش. هذا ما يحدث في دمياط، المحافظة الوحيدة الإنتاجية للأسف الشديد، يعني تتعرض للموت البطيء بسبب انقطاع